عايز أقول نقطة هنا، ودي حاجة معروفة جدا للمتخصصين في العلاقات المصرية الروسية، إن روسيا في الفترة دي كمان مهتمة جدا 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 لنقل مصانع كبيرة ونقل نشاط لشركات كبيرة روسية على الأراضي المصرية وعلى المناطق الاقتصادية المصرية، أهمها طبعا منطقة روسية بالقرب من قناة السويس وحتى غيرها من المناطق الصناعية داخل جمهورية مصر العربية. هذا الأمر أنا أعلمه بشكل شخصي، أن هناك نية كبيرة لشركات روسية عريقة لمصانع وشركات عملاق روسية لنقل إنتاجها أو لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى جمهورية مصر العربية، وبإذن الله تعالى هنسمع أخبار حلوة الفترة اللي جاية، وده يعني استمرار ل يعني نظرتهم لقوة مصر، مكانة مصر، جغرافية مصر، لكل الأمور المرتبطة بجمهورية مصر العربية، عناصر القوة المرتبطة بجمهورية مصر العربية، أولها طبعا عنصر السكان وعنصر المكان وعنصر التاريخ وعنصر الحدود التي لم تتغير منذ 7000 سنة. ده الكلام يتقل بالألماس زي ما يتقال يا دكتور عمرو. هل نتوقع أنه يعني هذه الاتفاقات تصبح موجودة أو ظاهرة أمام الناس غضون أسابيع مثلا ولا أشهر؟ لا هنقول أشهر بإذن الله تعالى. أشهر. طيب بالنسبة للمحطة بقى بتاعة الضبعة، متوقع أنه يتم صب الخرسانة بتاعها على إمتى؟ هل تم مثلا إعلان بعض التواريخ في الصحافة أو الإعلام الروسي ولا لسه؟ لا هو يعني في الأمور الفنية ديت ما تكونش الإعلام مهتم بها، ولكن سير العمل في المحطة يسير بوتيرة طبقا للجدول الموضوع. طبعا يعني طبعا الاحتفال القادم ده احتفال لوضع للمفاعل الرابع او للوحدة الرابعة، يعني اذا عندنا 3 وحدات، يعني سير العمل بيسير طبقا للخطة الموضوعة، وبإذن الله تعالى في الميعاد المطابق للخطة الموضوعة لإتمام هذا المشروع ستنتهي أعمال هذا المشروع، لأن المشروع يعني هو مهم جدا لمصر وهو مهم جدا أيضا لروسيا، لأن هذا المشروع يعني شراكة استراتيجية بعيدة حتى عن العناصر الأخرى في العلاقات الاجتماعية بين مصر وروسيا، مشروع قائم بذاته سيكون يعني ثمرة مهم جدا لتعاون استراتيجي طويل الأمد، وده روسيا كانت بتتمناه خصوصا في الوضع الجيوبوليتيكي العالمي الحالي والصراعي الروسي الغربي وما إلى ذلك. وهذه أمور طبعا احنا بنشوف دلوقتي في العالم صراع في مناطق في أنا يعني أنا من وجهة نظر الحرب العالمية الثالثة بدأت منذ عام ونصف أو منذ عامين بدأت بالفعل، ولكن هذا بوليتيكي في العالم يعني يؤدي بروسيا أن تكون على صلة وثيقة بدولة بحجم مصر، وهذا الأمر هو يعني نراه في من خلال تصريحات المجلسية، نراه من خلال رغباتهم في تطوير العلاقات مع مصر، وهذا الأمر يعني واضح لنا حتى إن لم يكن واضح للمواطن العادي فهو واضح للراصدين والمحللين طبعا مما لا شك فيه. أنا أشكرك جدا مرة تانية دكتور عمرو الديب الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشفايسكي ومدير مركز ريالست الروسي.